محمد عثمان محمد، محمد عثمان محمد او محمد الوريس يعني زي ما يعني. انا موظف في وزاره الثقافه، يعني وزاره الثقافه، ماسك قسم الموسيقى في ثقافه الريحاني، وجاي هنا علشان اعمل نشاط موسيقي مع الولاد. بنحاول ان احنا نزرع فيهم حب الانتماء للبلد من خلال الموسيقى تحديدا، لان الموسيقى يعني اكتر حاجه بتعلم معاهم وبيحبوها وبيتجاوب معاها اكتر بطريقه اسرع. في نفس الوقت الموسيقى بتهذب روح الانسان، فلما نبدا معاه وهو طفل لسه في السن ده، في المرحله دي بيكبر عنده الحس الفني وعنده التذوق اللي يقدر يخليه يستمتع بكل شيء حواليه، يشوف البلد على حقيقتها بكل جمالها بكل الحلو. تمام. طبعا احنا هنا في قصر ثقافه الاسمرات او تحت مصر، اللي موجود في حي الاسمرات. الحي ده في الاول خالص هو كان منطقه عشوائيه جدا، مهمله مهمشه، ما فيهاش يعني لا تصلح للمعيشه الادميه يعني. وطبعا جه هنا بقى دور الدوله السلطه في مصر، يعني ان هي قدرت ما تخلي المكان ده بقى جنه. يعني انا بتمنى ان انا اجي اعيش هنا في المكان ده، من كتر ما هو مكان راقي جدا، مكان جميل جدا، في كل الخدمات. الدوله بتتيح لاهالي المنطقه كل انواع الخدمات بما فيها الثقافه، من فن لعلوم لفنون تشكيليه، يعني عملت طفره كبيره جدا في المكان وحولته من الى